يثبت الشعب البحريني يوما بعد يوم أنه شعب شجاع وصبور وعنيد ولا يخاف الموت والسجن والتعذيب. إنه شعب حسيني مقاوم. من الصعب جدا أن يطلب من شعب مواجهة نظام ظالم مستبد ولكن دون أن يحمل السلاح، لا يحمل إلا الصور واللافتات. هذا المشهد خدع نظام آل خليفة، لأن النظام تصور أن شعب البحرين لا يستطيع أن يحمل إلا الصور واللافتات، فأخذ النظام يتجاوز ويعتدي ويزداد ظلما وجورا واستبدادا. اعتقل القادة والعلماء والرجال والنساء، هدم مساجد وحسينيات، أحرق وأنزل رايات الحسين، ومنع وضيق الشعائر، وقطع ومنع صلاة الجمعة وفريضة الخمس، أغلق المؤسسات والجمعيات الوطنية والإسلامية السياسية، أسقط الجنسية عن أهل هذا البلد الأصلاء وجنس الأجانب، سحب الجنسية عن رمز البحرين سماحة القائد آية الله الفقيه الشيخ عيسى قاسم. وآخر ما فعله هو إعدام الشهداء الثلاثة وقتل الشهداء الثلاثة بلا محاكمة ولا وجه حق. ظن النظام أن هذه الجرائم سوف توقف شعب البحرين عن المطالبة بحقوقه وسوف تنهي ثورته. إن جرائم النظام وأسلوبه الدكتاتوري هذا لا يزيد شعب البحرين إلا ثباتاً وإصراراً وتمسكاً، ولا يزيد شعب البحرين إلا استعداداً للانتقال إلى أي تكليف جديد يرفع فيه سقف المواجهة مع هذا النظام. إن شباب البحرين اليوم أكثر استعداداً للمواجهة والثورة والتحدي، وأكثر استعداداً للشهادة في سبيل الله وفي سبيل إنقاذ وطنهم من هذه الطغمة الظالمة. وفي هذا الوقت يقف كثير من الأحرار في المنطقة من خارج البحرين على أهبة الاستعداد لتحمل أي مسؤولية توكل إليهم إذا استمر النظام البحريني بظلمه وجوره وتجاوزه للخطوط الحمراء. نعم، فكثير من فصائل المقاومة في العراق وغير العراق ممن واجهوا الجيش الأمريكي قبل سنوات ويواجهون داعش منذ سنوات مستعدون ومترقبون وعلى أهبة الاستعداد التام لمساعدة شعب البحرين ومواجهة هذا النظام. وكم هو جميل ومبارك أن تكون البحرين ساحة منازلة شريفة أخرى كالعراق وسوريا في نصرة شعب مظلوم مؤمن ومواجهة نظام آل خليفة. إن أي نظام يستدعي جيش نظام آخر لا بد أن يتوقع في يوم من الأيام حضور أحرار ومقاومين من الخارج لنصرة ذلك الشعب. فعندما يستدعي نظام البحرين درع الجزائر
الجزيرة السعودي ويستمرون بالتجاوز والتعدي فلا يستبعد هذا النظام تدخل مقاومون من خارج البحرين لمساعدة ونصرة شعب البحرين بالطرق المناسبة أو المدمرة أو الشديدة